السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوانا أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أبو ريان للإعلان والتوريد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله في أحسن الأحوال. مرحبا بكم كاملين خوتي ومرحبا بنا الجداد اللي التحقوا بالعائلة. إذا خوتي الأعزاء، جبت لكم استمارة ديال شركة سيمات. شركة سيمات شركة كبيرة بزاف، عندها فروع مختلف في المدن المغربية. شركة مختصة في المجال ديال السيما، يعني كل ما كيتعلق بالسيما، يعني بحال الشكل ديالها تابعة لشركة لافارج اللي كتصنع السيما، يعني سيمون دي ماروك، أيضا سيمون دي ماروك حتى هي تابعة لهم. فشركة سيما راه كتوظف الإخوان حاليا العديد والعديد والعديد من التخصصات. بغيتكم تمروا الاستمارة وتصيفطوا الطلبات ديالكم، الله يجزيكم بخير. دابا الآن ما تعطلوش، صيفطوا الآن الطلبات ديالكم، جواني ولي سي في، عمروا المعلومات اللي غنشوفوا الآن في الاستمارة، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. اذا قبل ما نبداو الفيديو اخواني، بغيتكم انكم ديروا واحد اللايك للفيديو وبارطاجيو قدر الامكان، قد بارطاجيو مع اصدقاء والاحباب باش كلشي يستافد ان شاء الله، و العائله تكبر ان شاء الله مع في القناه. اذا خوتي الاستماره اللي هي هذه، غنخلي لكم الرابط كما العاده في صندوق الوصف. غادي نمشيو مباشره ندير واحد الاطلاله خفيفه بالنسبه للناس اللي دخلوا جداد وما يعرفوش يمشيو لصندوق الوصف. اذا اخوتي صندوق الوصف اللي غنوريكم الان، دونك غادي ندخلوا الفيديو. حنا دابا كنتفرجوا في مثال، فانتوما كتفرجوا في لا فيديو، انا غادي ندخل لهذا الفيديو على سبيل المثال. بالمناسبه هذا واحد الفيديو حطيت لكم غير هذه العشيه الاستماره ديال لا بروفون، حتى يدفعوا لها الاخوان. راه دايره حمله توظيف لا بروفون، راه مختبرات كاين المقر ديالهم في الدار البيضاء وعندهم فروع في باقي المدن، كيوظفوا حاليا، كيدخلوا الناس، صيفطوا الطلبات ديالكم. اذا بالنسبه لاخوان والاخوات صندوق الوصف اللي هو هذا، انا نحددوا لكم. دونك انتم داخلين الان الفيديو، دابا لكم واحد الفلاش على اليمين تحت من الفيديو اللي هو هذا، انا حددته بهذا الفلاش اللون الاحمر، غتكليكيو عليه غادي يظهر لكم واحد الصندوق لتحت. هذا هو صندوق الوصف، هذا كامل كيتسمى صندوق الوصف. وهنا كتلقاو الروابط فين اللي كنحط لكم هذا الرابط ديال الاستماره ديال لا بروفون. السيد اللي قال لي الاستماره راه ما خداماش ديال لا بروفون، يلا قريتها في واحد التعليق، غادي نضغط عليها الان. حاولوا تكليكيو فوق الرابط مباشره الاخوان، فوق الرابط ما تكليكيوش في الجنب، كليكيو فوق الرابط غادي يطلع لكم الموقع. انا دابا كليكيت عليه، غير كتكليكو تسنى واحد شويه لان احيانا كتكون الكونيكسيون ضعيفه. إذا ما خدمش لكم من خلال صندوق الوصف، غادي تمشيو لأول تعليق. اسمحوا لي، أول تعليق هو إمباكليت هنا، رابط الاستمارة غنكليكيو عليه من خلال هاد الرابط اللي حطيتو لكم. هانتوما كيما لاحظتوا، غادي الموقع يحولكم مباشرة الاستمارة ديال المختبرات ديال لابروفون. فوالا مزيان. اذا غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، نرجعوا للاستماره ديال شركه سيمات. اذا نبداو خوتي على بركه الله، بسم الله نعمروا الاستماره الان. الو، كتعمروا فقط المعلومات ديالكم، غادي نبداو بالكنيه، نديروا مثلا افو ولو ترينو، تكتبوا الترينو ديالكم، ديروا ريان. لادريس ايميل الاخوان، لادريس ايميل حاولوا تكتبوها بالكلافي، ما ديروش لها كوبي كولي. ديروا اوفر دونبلوا 132@gmail.com. فوالا لادريس ايميل، رقم الهاتف، نيميرو تليفون بيرسونيل، يا اوسيس. عطيتكم غير مثال، هنا غادي نديرو المدينة كازابلانكا، نديرو في مثلا الدار البيضاء. هنا كنلقاو دومين دو كومبيتونس، غنكليكيو على دومين كومبيتونس، غادي نلقاو بزاف ديال المجالات ولا ديال التخصصات. الوغ كاين اجون لوجيستيك تريدين، كاين ادمينستراسيون كوميرسيال كومونيكاسيون ديفلوبمون ديورابل الكتريك الكتروميكانيك انفيرونمون فينونس اودي كونترول جيستيون فونسيي et géologie, génie civil, IT ou la IT, juridique, maintenance industrielle, management, gestion d'entreprise, marketing, procédé industriel, qualité, ressources humaines, sécurité. Alors, nous avons le tarsos, le commercial,
غادي يهبطوا شويه غادي يلقاو ديسپونيبيليتي ديسپونيبل ابارتير دو. غادي ندير انا التاريخ ديال غدا يعني امتى غادي تكون ديسپونيبل. اتصلوا بي كنديروا حنا التاريخ اولا نديروا ديال اليوم مثلا لو 23 نخليوها لو 23 نديروا ديفيني انا موجود من اليوم الى تولي نجي عندكم دابا. فورماسيون غادي نلقاو هنايا لي فورماسيون باك هنا غادي نلقاو باك بلس 2 بلس 3 بلس 5 ان بي ا. الى ما لقيتش الفورماسيون ديالي ولا الدبلوم ولا التخصص ولا النيفو ديتود ديالي غادي ندير اوتر مثلا عندي باكالوريا ولا نيفو باكالوريا ولا 3 اني 4 اني غادي تحددوا اوتر كما لاحظتوا الان. هنا كنلقاو اني ديكسبيريونس شحال عندي المده ديال في مجال في العمل يعني الخبره العمليه نديرو في مثال عندي 3 سنين يعني 3 سنين تجربه ديال العمل. هنا كنلقاو سالير اكطويل شحال كتشد حاليا. الا ما كنتيش خدام حاليا غدير سالير اللي كنتي كتشد قبل يعني اخر عمل اولا اخر شركه خدمتي معها نديرو في مثال 4000 درهم. الو هنا كنوصلو لي سي في كنلقاو جوان ان سي في كليكيو على كليكيو على باركوغير مشيو لي فيشي ديال التليفون دونك غادي نكتبو سي في نمشيو دوكيمون. السي في دائما اخواني يكون وورد ولا بي دي اف دونك غادي نحطو واحد لو موديل بالفورما وورد نديرو هاد الموديل هذا سمحوا ليا مشاو ليا لي فيشي الو نديرو هاد لو موديل هذا غادي تاكتواليزي على باج تاكتواليزا لان التليفون عندي عامر وعلى ما اظن لو سي في ما غاديش يتحط ليه لان التليفون كما لاحظتوا انتم الاخوان امبوسيبل تيرمينال لوبيراسيون بريسيدونت ميموار انسيفيزون دونك انتم غاتبعوا الاخوان والاخوات نفس الطريقه الله يجازيكم بخير غاتكليكيو على باركوغيغ وتحطوا لي سي في ديالكم ومن بعد الاخوان تعاودوا ترجعوا للمعلومات تقراوا داكشي واش كلشي واضح. اذا خوتي الا كان كلشي مزيان كلشي على ما يرام كلشي هو هذاك غتكليكيو اخر مرحله على اونفوي او تصيفطوا طلب للشركه ديال الاسيمات. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى لكم التوفيق الله يسهل عليكم كاملين ونتلاقاو في اعلانات جداد وفيديوهات جداد. خوتي راكم عزاز وغاليين ونتلاقاو ان شاء الله في اعلان جديد. كان معكم ابو ريان دمتم في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.